بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة النصر 24 والتي أستهلها بالعناوين. رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبيتنو يلتقي النساء القياديات في التنظيمات المهنية. رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يترأس اجتماع المجلس الأعلى للسلام. اتفاق الروسين أوكرانيا على وقف لإطلاق النار حول سلسلة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين. كانت تلكم عناوين النشرة، أهلا ومرحبا بكم إلى تفاصيلها. التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية، التقى بالقصر الرئاسي بعدد من النساء القياديات في التنظيمات المهنية. كان ذلك بحضور مساعدي رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني وبعض من أعضاء الحكومة، ويأتي هذا اللقاء في إطار احتفالات البلاد باليوم العالمي للمرأة وتأكيدا على الدور المحوري للمرأة التشادية. وفي كلمتها وزيرة المرأة وحماية الطفولة أمينة بريسيل لونغو شكرت رئيس الجمهورية على جهوده من أجل النهوض بالمرأة التشادية، وطلبت الوزيرة من رئيس الجمهورية فتح صناديق مالية تدعم مبادرات المرأة التشادية لتساهم في تقوية الحياة الاجتماعية والاقتصادية. كما طالبت بضرورة تطبيق المرسوم المتعلق بالمساواة في التعيينات ومنح النساء فرصة واسعة للمشاركة في الحوار الوطني الشامل، كما أكدت دعمهن للمرحلة الانتقالية. وخلال اللقاء تم تكريم رئيس الجمهورية بجائزة السلام التي قدمتها المرأة التشادية شكرا وعرفانا لفخامته. بحضور رئيس وزراء حكومة الفترة الانتقالية باهيمي باداكي ألبير، ممثلا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي، شهدت ساحة الأمة الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة الذي جاء تحت شعار المساواة بين الجنسين من أجل خدم مستدام. وخلال الحفل قدم رئيس اللجنة المنظمة المندوب الدائم للحكومة لدى بلدية أنجمينا الفريق إبراهيم سعيد محمد، قدم كلمة ترحيبية شكر فيها كل الجهات التي ساهمت في تنظيم هذا الحدث المهم للمرأة حول العالم. وعقب ذلك قدمنا المشاركات برقية تهنئة وشكر لرئيس المجلس العسكري الانتقالي على خطواته الجادة وإنجازاته الملموسة. وبدورها وزيرة الأسرة وحماية الطفولة أمينة بريسيل لونغو شكرت إخواتها المشاركات على خروجهن المشرف، مؤكدة أن الأسبوع الوطني للمرأة التشادية كانت مليء بالأنشطة الخاصة بالمرأة، حيث سمح للمشاركات بمناقشة العديد من القضايا التي تهم المرأة التشادية. هذا وقد خرج الحفل بعدد من التوصيات قدمناها للحكومة. نظرا لضعف مشاركة المرأة في أجهزة صنع القرار وفي الساحة السياسية، نحن النساء والرجال العازمون نوصي بما يلي إلى الحكومة: تعزيز قدرات المرأة على العمل لتعزيز مشاركتها وتمثيلها في أجهزة صنع القرار والإدارة. ونبقى في ساحة الأمة، حيث عبر عدد من أعضاء الحكومة عن انطباعاتهم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. اليوم المرأة نكون يعني مبسوطين في اليوم المرأة، والتشاد يعني بدون سوى حاجة أكثر. أسبوع الـ 1 مارس الـ 8 مارس عملنا كامل أسبوع للمرأة. أنا الكونسي ندي لأخواتي لأمهاتي ما نرجو السنافات ليه نقولوا أنينا قايدين. أنينا قاعدين ديما شغل المرأة تقدر تسوي هو أكتر. الإدوكاسيون هنا الإيال هو من المرأة، الإدوكاسيون هنا أولادنا مننا أنينا، الولد من بدري كان قلت لي شنو المرأة هو أمه هو أخته. هني النساء التشاديات بمناسبة عيد المرأة، أنينا نساء يعني عندنا فرص كتير، خلي الرول حقنا يعني مكانتنا ما يمشي ساكت، ممكن نشارك في كل شيء وقدمنا الحوار. يعني المرأة هي العنصر الأساسي للسلام والأمن والاستقرار في البلد. بلا المرأة ما في حاجة تبني في البلد. قبل الناس استغربوا كيف مرأة بقت جنرال، وده من الواجب الناس ما يستغربوا فوقها، ولازم العوين يلقوا مكانهم عشان العوين هم الأساس حق الدولة. المرأة في بلدنا جات يعني تنهض يوما بعد يوم. نحن كلنا في الحكومة وكشعب وكمسؤولين يعني لازم مننا أن نقف وراء المرأة، خلينا خلي المرأة في أساس كل ما نقوم فوقها. أول مرة نسوى الفدة بلا الماريشال عشان اليوم ده شغل الحصة المرة اللي جينا فوق الأوين ده بيهو
ساعدانا كتير. اليوم اي مره قدمها قدام اليوم قاصر لنا اول فت نسوق بلايه مر لنا. يوم مهم جدا للنساء التشاديات وللنساء في العالم كله، لان النساء قاعدين يطالبوا من اجل حقوقهم. وفي بلدنا تشاد المرأة كانت في وسط السياسة والحمد لله اوتوريتي انا انتونا اون سيمين دونك غوبال جورني 8 مارس دا اوين غاي لومو pendant 7 jours pendant 8 semaines سبا يوم انتونا لي اوين يفاكرو في مغودا نوم في كيف اومان كلو يانتو ياتو غودغوتوم يانتو فيكريتوم لي دارنا يمشي قدام. كما عبرنا بعض من النساء عن آرائهن بمناسبة هذا الاحتفال. بعيد المرأة وإن شاء الله بالأورغانيزاسيون بيقالين عديل وفيته بيقالين عديل. ونشكر منستر أمين لوغو ونشكر محمد إدريس ديبي إدنو، خاصة نشكر المنستر بأورغانيزاسيون هنانا أورغانيزي بيقالين عديل وفيته. أنينا فرحانين جدا، أنا فرحانة لا أوين هنا تشاد أوين داش على كونسيانس في شوكولال داردا هسا قاعدين في ترانزيشن. بمناسبة يوم العالمي للمرأة وأسبوع الوطني للمرأة الجالية، يوم للنساء السماع وتبادل الأفكار ونقاش ودورات تدريبية نظمت لصالح المرأة الجالية. عينا الجالية كل نفس واحد، كنا مرة الراجل كلنا أمينا تشاد وأبونا تشاد ندوروا الآفي وندوروا نصاود الترانزيشن يمشي لنا بآفي. أنا مرتاحة من الفيدة اليوم جينا لمينا فوق ده، وما شاء الله نشكر محمد إدريس ديبي تنو الرئيس العسكري المنتقالي، نشكره كثير. عنين الأوين وافكين معايا ورا وقدام أي وقت، بس عنين وافكين معايا ليل ونهار إن شاء الله، والله يطول عمره ويمتنا لنا ليه قدام. اليوم الحمد لله فرحانين، لكن فقدنا شيء بس ذكرنا كثير زوكي المارون بريزيدان إدريس ديبي قايد، وكيف فكرنا يعني فكرنا فرحانين وهزنا كل عندنا هزن كلها، والحمد لله بالسلامة ندور العافية والصحة والسلامة في البلد بس إن شاء الله. أما في الشأن السوداني، عقد المجلس الأعلى لسلام اجتماعه بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي. وناقش الاجتماع التقدم الذي تم في بند الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا لسلام السودان، كما تناول الاجتماع آليات الترتيبات الخاصة بالاتفاقيات السابقة، إضافة إلى وضع الحركات خير الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان. أناد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الدكتور سلمى عبد الجبار المبارك المرأة السودانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أن المرأة السودانية ورغم التحديات المماثلة لعبت دورا مهما في المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وكانت ولا تزال نموذجا للعطاء والإنجازات. وثمنت الدكتورة سلمى الدور البارز الذي لعبته المرأة السودانية بمختلف تنظيماتها والتضحيات الجسام التي تحملتها خلال ثورة ديسمبر المجيدة وقيادتها لهذا التغيير، بما يعد رصيدا وإنجازا يضاف لصفحتها الناصعة على مر التاريخ السودان. وحيت عضو مجلس السيادة بصفة خاصة النساء بمعسكرات النزوح واللجوء لتحملهن المخاطر والتحديات والصبر من أجل سودان يسوده العزة والكرامة. وعبرت الدكتورة سلمى عن فخرها بعزيمة المرأة السودانية وإنجازاتها وإيمانها بقدراتها على العمل والإنجاز في مختلف الميادين. ودعت عضو مجلس السيادة المرأة على مواصلة العمل من أجل خدمة الوطن والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز دورها وحضورها بشكل فاعل في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا دعمها المتواصل لتمكين المرأة السودانية وتشجيعها للمساهمة بشكل فاعل في مسيرة البناء والتطور. عالميا، اتفقت روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار حول سلسلة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين حسب ما أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني. وأوضحت المسؤولة أن موسكو أكدت موافقتها على احترام الهدنة وحددت ممرات لإجلاء المدنيين، ومن المفترض أيضا إنشاء ممرات لإجلاء المدنيين إلى كييف من مدن عدة تعرضت لخصف عنيف لغربي العاصمة الأوكرانية كييف.
بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أن الوزيرين تحدثا خلال اتصال هاتفي وبحث الجانبين عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في الساحة الأوكرانية وأهمية العمل على الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة بين أوكرانيا وروسيا. إلى هنا سادتي تكاملت هذه النشرة. أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبيتنو يلتقي النساء القياديات في التنظيمات المهنية. رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يترأس اجتماع المجلس الأعلى للسلام. اتفاق الروسين أوكرانيا على وقف لإطلاق النار حول سلسلة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين. من قناة النصر 24 قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار. لكم تحياتي والفريق العامل، أدعوكم لمتابعة بقية برمجتنا لهذا اليوم. دمتم في أمان الله.